اخر اخبارنا النهارده هي عن مصري اخر جميل جدا، واحد من المتميزين اللي موجودين في الخارج ومخلي اسم بلدنا كده عالي ومنور في كل مكان، الاستاذ سامح ابراهيم اللي على مدار 30 عام قضاها في شركته في لندن، الوحيد اللي الشركه دي شغال فيها واحد مش مصري، كلهم انجليز ولكن هو الوحيد المصري. شافوا قد ايه هو كفء، شافوا قد ايه عنده ضمير، شافوا قد ايه ان هو مميز، فضل معاهم طول فتره ال 30 سنه وهو بيترقى من منصب لمنصب تاني. الاستاذ سامح اللي الجميع بيتعامل معاه انه ملهم بالنسبه ليهم في لندن، وان السنين الكتيره اللي قضاها وسطهم بينت قد ايه ان المصري بيقدر ينجح تحت اي ظروف وفي اي مكان بضميره واجتهاده وشغله. معانا عبر سكايب الاستاذ سامح ابراهيم. يا استاذ سامح صباح الورد عليك. صباح الفل يا استاذ احمد، مشرفنا دايما كده ومشرفنا مع مجتمع مش سهل التعامل معاه في العمل. الجميله دي الف شكر على المقدمه الجميله دي، انا مش عارف اقول لك ايه، بس الأول أحب أصبح عليك وأصبح على المصريين كلهم وشعب مصر العظيم، وبهنيه بالاحتفالات اللي احنا بنمر بيها وبذكرى تخلصه من فترة كانت عصيبة عليه. وبحب طبعا قبل ما أبدأ بس أي كلام أحب أشكر كل العاملين في القناة بتاعتكم، وأحب أشكر كل اللي بيخدموا الشعب المصري في أي مكان، لأنه دي حاجة احنا ما ننساهاش. احنا بنتكلم كتير عن السلبيات بس في إيجابيات كتير المفروض نتكلم عليها برضه. وبحب اشكر الاطقم اللي بتشتغل في كل مكان عشان تخدم مصر. تمام، على راسها طبعا حضرتك ذكرت العاملين خارج مصر واللي بيشتغلوا لمصر، حاجه لا كمان بتشرف مصر، وحاجه سفير لينا في لندن دلوقتي وبتوري كل المجتمع الانجليزي قد ايه الشعب المصري والمصريين مش بس جدعان، لا عندهم ضمير في شغلهم، عندهم كفاءه في شغلهم، عندهم تميز، خلوك ملهم ليهم في موضوعات كتير. عايز حضرتك تبقى نموذج بقى بالنسبه لي لكل المصريين بيتفرجوا علينا النهارده وتقول لهم الحكايه بدات ازاي. الحكايه بدات زي ما اي مصري بيسافر بره بيسافر لهدف معين، يا اما دراسه يا اما شغل يا اما بيشوف بيفتح مجالات ليه، لان احنا كشعب يعني ما بنسافرش كتير بره الا اذا اضطرتنا الظروف. تمام. بس الحكايه بدات معايا كده ان انا سافرت وبدات يعني كنت عايز ادرس وبدات ادور على شغل واشتغلت في الشركه دي وحبيت الشغل فيها ولقيت انه ممكن لو يعني على فكره في مصريين كتير كده، لو انت اديت او اشتغلت بضميرك زي ما بنشتغل هم بيلاحظوا انك انت ممكن نعلمه كمان ممكن ندي كمان، فهتلاقي انه يعني سمحوا لي بالتطور وادوني مجال مساحه ان انا اطور بيها فنفعتني جدا. وطبعا هم عارفين انه هياخدوا النتيجه في الاخر، يعني هم يعني برضو الناس دي بيدوروا على النتيجه في الاخر وبيقروا الاحداث اللي جايه ايه فبيدي لك عشان تدي له. ودي الحقيقه طالما بتشتغل بضمير وبتدي في المجال اللي انت فيه وبتتعامل مع الناس على ان هم بيتعاملوا معاك بامان هتوصل لنتيجه كويسه مهما كانت. واحب اكرر تاني في مصريين كتير جدا موجودين بره بيعملوا كده واكتر من كده كمان. انا احنا بنحاول دايما يا استاذ سامح في صباح الورد نبرز النماذج المصريه المشرفه خارج مصر. طب انا شايف كمان وانا بكلم حضرتك بستعرض مجموعه كبيره من التكريمات، التكريمات دي كانت ايه وعن ايه وايه سببها؟ انا طبعا مش شايف اللي انت شايفه بس كان في يعني في فترات كتيره انا شاركت في يعني انا معظم شغلي في اللي انا بقراه في التكريم دلوقتي على مرور 30 عام في شغلك الفتره اللي فاتت. ما هو ال 30 سنه اللي انا اشتركت فيهم دول يعني كميه الناس اللي اشتغلت وانا ساعدتها انها تتطور دي كانت اكتر حاجه هم بيعتزوا بيها، لانه وان انا يعني طبعا هنا ما بيحبوش يغلطوا غلطه يعني طبعاً. يعني ما فيش غلطه بيتسمح بيها، فكون ان انا امشي الاوبريشنز اللي انا ماسكها وتحت مني حوالي 3000 واحد شغالين بالدقه اللي احنا كنا شغالين بيها دي الحاجه اللي هم شافوها حاجه كبيره. الحاجه الثانيه اللي شافوها كبيره برضو انه انت قاعد بتطور في نفسك كل يوم وبتتعامل مع ناس مختلفة كل يوم، لأن أنا شغلي كله في مش بس في مطار واحد، في المطارات بتاعة المملكة المتحدة كلها، فشايفين إنه ده مش أي حد اللي يقدر يخلي راسه تشتغل بالمنظر ده، إنه هو يجمع كل المعلومات ويرتب ناس ويحطها، فده سبب الاحتفال. في ناس كتير بتشتغل فترات طويلة بس هو سبب الاحتفال أو سبب إن هم يعني بيعتزوا إن أنا بشتغل معاهم إن أنا وريت لهم ان في عندنا قدره. هي عموما اتكرر تاني قدره موجوده عند المصريين كلهم طبعا. ان هم ينوعوا في شغلهم اكيد جالك رسائل كتير من زملاء من اصحاب
عن التكريم ده، او عن ان الناس شايفينك ازاي ملهم ليهم، قالوا لك ايه؟ كلهم بصراحه انا فوجئت بالاحتفال، يعني عشان بس ارجع للنقطه دي، انا فوجئت ان هم، احنا طبعا حاليا كله بيشتغل عن بعد بسبب موضوع الكورونا، كورونا. فبنشتغل عن طريق سكايب او عن طريق مكالمات فيديو والكلام ده. فهو اللي حصل ان هم يعني عملوا كول علشان شغل، احنا بنرتب عشان نرجع تاني الشغل وهنفتح تاني والدنيا يعني ترجع لطبيعتها في خلال اسبوعين ثلاثه. فعملوا مكالمه وانا حضرت نفسي وعملت كل اللي عليا وقدمت محضر اوراقي عشان اقول دي الخطه بتاعتنا. بصيت لقيتهم كلهم، في حوالي 35 واحد في المكالمه، وكلهم عارفين ان ده علشان تكريمي وبيعتذروا ان هم بيعملوها عن طريق الفيديو الا انا، فما عرفتش اتكلم بصراحه. فده بس اللي انا طلعت منه، انه في ناس كتيره كانت موجوده وناس كتيره كتبت كلها بتشكرني على مساعدتهم في انهم يطوروا من نفسهم. هو الحاجه الكويسه جدا يعني اللي احنا لازم نخليها في بالنا دايما واحنا بنطور نفسنا وبنطور الاخرين، ان كل واحد له مقدره احنا ممكن نمطها شويه. فكل ما تزود تديله معلومات او تديله تدريب اكتر هيديلك اكتر. ده اللي انا كنت بعمله. فكل شويه يعني كنت بختار ناس او عارف الناس اللي شغالين معايا، وكل واحد بديله سنه صغيره اكتر من اللي هو فاكر انه يقدر يعمله. فلما جرعات يعمله تدريبية يدي اكتر. تدريجية كده عشان طبعا يزيد من كفاءته أول بأول. لانه زياده الكفاءه هي أستاذ اللي سامح، بتدي بتعتبر الانسان دي الثقه اللي يقدم. روشتة بتقولها كمان للمصريين اللي عايز ينجح في الخارج أو عايز ينجح في عمله، دي من ضمن روشتة؟ طبعا اللي عايز ينجح في اي مكان، في الخارج او في الداخل، اللي عايز ينجح في اي مكان لازم يشتغل لازم على نفسه طول الوقت ويبقى في جرعات تدريبية طول الوقت. عنصر التدريب وزياده الكفاءه من اهم الاساسيات في تطور اي انسان واي مجتمع. طب بما ان يعني انا استغلالي وبحب استغل بقى سفرائنا الموجودين بره، هل حضرتك بتسوق باي شكل من اشكال تسويق مثلا للسياحه داخل مصر، وخاصه دي قريبه من طبعا. مجال عملك شويه، وحضرتك نموذج مشرف كمان بقى ليهم هناك، ممكن نعملها ازاي؟ انت عارف السياحه برضو في كل مكان هاديه شويه، فعايزين نشغلها. بص حضرتك، انا ما بسيبش، يعني هم يعني في عارفين عني ان انا ما بسيبش فرصه ان انا انزل مصر واقعد مع اهلي واصحابي الا ما بعملها. تمام. وطبعا كل مره برجع بذكريات وشويه سوفينيرز والكلام ده. ف يعني في ناس كتير اروح فين اقول له تعالى بس اعمل لك، ممكن اشوف لك حد ينظم لك رحله للغردقه، ممكن هاي. اشوف لك حد ينظم لك رحله للاقصر واسوان. احنا عندنا حاجات على فكره، يعني احنا يعني المفروض اليومين دول نبدا نستغلها تاني، لانه العالم كله وقف زي بالضبط ما احنا شايفين. بالضبط. اللي هيرجع بسرعه هيكسب كتير، اللي هيرجع بسرعه بامان، خلي يعني عشان نبقى طبعا صراحه لازم عنصر الامان مهم جدا. فاللي هينجح ان هو يقنع بقيه العالم انه عنده امان، انا ما بكلمش امان هنا سيكيورتي، لا امان صحي أمان كمان. صحي طبعا. ان هو عنده الامان دوت وكل حاجه موجوده، هتلاقيه هينجح بسرعه، ان هو لانه في حاله عطش، انا بكلمك بجد في حاله عطش هنا، لان هم يرجعوا لحياتهم الطبيعيه تانية. وحياتهم الطبيعيه السياحة الإنجليزية في مصر كانت متمثلة في حاجتين، السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية أكتر للمعابد وللمناطق الأثرية. انا عشان كده بقول لك الكلام ده، لانه عندهم تعطش ان هم يرجعوا دي، تعطش رهيب هاي. ان هم يرجعوا لحياتهم دي تاني، ولازم نستغلها. انا يعني يعني اذا كان في، انا متاكد ان في ناس بتخطط للموضوع ده، بس عايزين نسرع بيه شويه. طب بحكم حضرتك شغال في المطارات في دوله من الدول الكبيره، ايه الاجراءات اللي اخذوها، اجراءات احترازيه، وخاصه ان هم بيفتحوا برضو خطوط الطيران بالنسبه ليهم، ناخد منهم ايه؟ هو طبعا يعني كل حاجه، هم في حاجه مهمه جدا، انت يعني في الاداره بتاعتهم، ان هم بيقول لك اسال اسئله كتير بس مش لازم ان انت تجاوب عليها كلها. فمجرد انك تسال الاسئله، يعني كل الخطوات الناس بتفكر فيها مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، لانه كل ما حد بيسال ففي اجابه بتطلع. فهم حاليا في المطارات نفسها، طبعا موضوع الطوابير دي، المسافات بين الناس حاجه اساسيه اساسيه، وانا للاسف الشديد لو احنا ما تعودناش على كده في مصر مش هنطلع منها. تمام. المسافه بين الناس في الطابور دلوقتي، هم نزلوا المسافه دلوقتي بعد ما كانت مترين عملوها متر،
بين الناس في المطارات، ممنوع دخول المطار من غير الماسك اللي هو الكمامة، تمام. ممنوع ركوب الطيارة من غير الماسك اللي هو الكمامة برضو، ممنوع ركوب أي مواصلات زي ما عندنا في مصر أي مواصلات من غير الماسك. وطبعا المطارات كلها موجود فيها المطهرات والحاجات، يعني الحاجات اللي بتطهر، واقفين لك ناس على الباب ما بيدخلكش إلا إذا كنت مسافر. يعني يعني كل إذا كنت مسافر المرافقين للمسافرين ما بقاش فيه الكلام ده لا خالص، ما المسافر فيش، بس. وما تدخلش إلا إذا كان معاك طيارتك جاهزة. عشان يعني ما هو يعملش اي كل تحدثات داخل الصالات. بالظبط كده، هو كل اللي يهمه انه ما يبقاش في حته مقفوله فيها تكدسات. تمام. يعني ودي بتحصل حتى في المحلات التجاريه، في المحلات التجاريه ممكن دلوقتي تقف قدام المحل نص ساعه طابور بينك وبين اللي قدامك متر او مترين، بس لما تدخل بتلاقي بالكثير قوي في محل كبير جدا بالكثير قوي 20 او 25 واحد. بيدخل اعداد معينه عشان ما يبقاش فيه كمان تكدس داخل المحلات. انا بشكرك بالظبط. جدا وبهنيك ودايما العفو يا سيدي، مشرفنا كده يا رب واشكركم ان شاء تاني، الله. وربنا يوفق الجميع في مصر ويوفق جميع المصريين حول يوفقك يا كام رب ان حالة. شاء الله، ولينا لقاء باذن الله بقى ما ترجع مصر باذن الله بالف إن شاء سلامه. الله. كل شكرا يا الشكر سيدي، للاستاذ سامح شكرا يا استاذ سميح احمد، مع احد السلامة. النماذج المشرفه من لندن للمصريين كما عندنا